أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على توظيف الفرص المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وترجمتها على أرض الواقع من خلال البناء عليها لتحقيق شراكات استراتيجية دائمة في مختلف المجالات، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى تطلعه بأن يحقق المؤتمر الباكستاني البحريني الأول للفرص التجارية الذي يعقد اليوم النتائج المرجوة بمواصلة العمل استنادا على ما يجمع البلدين من علاقات متميزة للدفع نحو مزيد من تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري المشترك وزيادة فرص الاستثمار بتأسيس مشروعات اقتصادية وتجارية كبرى تعزز حجم التجارة البينية وترتقي بها إلى المستويات التي يتطلع لها البلدان الشقيقان. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بقصر الرفاع سعادة المهندس خرم دستجير خان وزير التجارة والصناعة الباكستاني بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث رحب سموه بسعادة الوزير وأشاد بما وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، معربا عن أمله في أن تسهم زيارة الوزير للبحرين من أجل المشاركة في المؤتمر بالدفع قدما بعلاقات البلدين الشقيقين في المجالين التجاري والاقتصادي، منوها بما يتمتع به البلدان الشقيقان من نقاط التقاء في هذا المجال يمكن التأسيس عليها لشراكات استراتيجية تأخذ في الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تتسم بها البحرين وباكستان. من جانبه أبدى سعادة وزير التجارة والصناعة الباكستاني عن أمله في أن يحقق المؤتمر الباكستاني البحريني الأول للفرص التجارية النجاح بما يعزز مسار العلاقات التجارية والاقتصادية ويؤسس لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مشيدا باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تعزيز علاقات البلدين والشعبين على كافة الأصعدة.